بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، باسمه نتوكل ونستعين، نجدد بكم التحية بهذا المساء الجميل من أرضية ميدان البصير. ناتي بكم الآن إلى شوط الختام، أشواط ختامنا بهذا المساء، لنختم هذا الشوط مع سن الإنتاج، مع سن الإذاعة وفئة الإنتاج. نذهب إلى المقدمة وإلى الصدارة، إلى أجد من على المركز الأول مصيحة، علي بن محمد بن علي بن محمد بن حيدان، من يتقدم ويندفع. المركز الثاني أرى الوصول والقدوم من الجانب الآخر، هنالك الواصلة والقادمة النويعس، حمد بن علي بن محمد المالكي من يتقدم ويندفع. المركز الثالث الواصلة والقادمة غيوم، عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي. المركز الرابع هنالك القادمة والواصلة غاية، سالم بن محمد بن حمد بن نابت المري من يتقدم. والمركز الخامس لنختم النداء من الجانب الآخر، هنالك القادمة الذيبة، عبد الله بن جار الله بن علي آل نابت المري من يتقدم ويندفع. مع المركز الخامس نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول لمن غيرت وتزممت وقادت بداية الشوط. هذه هي غاية، هذه هي غاية، من تتقدم وتندفع على المركز الأول، سالم بن محمد بن حمد آل نابت المري من يندفع وينطلق مع غاية. المركز الثاني أرى الوصول والقدوم من غيوم، عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي. يا سلام. المركز الثالث من الجانب الآخر أرى الواصلة والقادمة والتدخل من الذيبة، عبد الله بن جار الله بن علي آل نابت المري. والمركز الرابع الواصلة والقادمة النويعس، حمد بن علي بن محمد المالكي من يتقدم ويندفع. المركز الخامس لنختم النداء من الجانب الآخر، أرى الوصول والقدوم من العفريتة، محمد بن وليد بن إبراهيم السيد من ينطلق مع العفريتة. هكذا هو النداء للمراكز الخمسة المتقدمة. نعود إلى البداية، إلى المركز الأول، أرى غاية، غاية على المقدمة، من تقود الأسماء. هذه هي غاية، سالم بن محمد بن حمد آل نابت المري. ولكن أرى شعار السيد القادم من الجانب الآخر على المستوى الثاني، العفريتة، محمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. يا سلام. والمركز الثالث هذه هي غيوم، عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي والمالكي على المستوى الرابع. ومن الجانب بالآخر أرى الوصول من الذيبة، عبد الله بن جار الله بن علي بن نابت المري. يا سلام. هكذا هو النداء للمراكز الخمسة المتقدمة. نعود إلى البداية، نعود إلى غاية وإلى مالك غاية، سالم بن محمد بن حمد آل نابت المري من يندفع وينطلق مع غاية. ولكن هذه اللي واصلة، هذه اللي واصلة غيوم، غيوم خطيرة، غيوم خطيرة بهذا المساء، عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي. ومن الجانب الآخر شعارك يا السيد مع العفريتة، محمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. والمركز الخامس لنختم النداء والوصول من اسم جديد، وصلت منصة، محمد بن سالم بن محمد آل فهيد المري من ينطلق ويندفع مع منصة. يا سلام. ولكن العودة إلى البداية، حان وقت الجد والتصفيق، حان أولي بالتصفيق يطلع للمنصة، فتحت أبواب الركض في كل مكان، والركض ما فيه شفية وخصة، قمهات يلي سيرها ما بهوان، من فعلها يضق جمهور المنصة، لي عليها القلب يبحث من زمان، من بداية عمري واليوم نصة. يا سلام. هذه هي
غاية، هذه هي غاية. سالم بن محمد بن حمد آل نابت المري، من تقود الأسماء وتنطلق، ولكن الاسم اللي واصل هذه هي غيوم عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي. وهنالك المركز الثالث شعار المالكي القادم مع النويعس حمد بن علي بن محمد المالكي القهني، والفهيدة مع المركز الرابع مع جنا، هنالك جنا ومالك جنا أو منصة محمد بن سالم بن محمد آلف هيدا المري. والمركز الخامس لنختم النداء هنالك الواصل شعار العفريتة محمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. العودة إلى البداية، العودة إلى المركز الأول، إلى غاية وإلى مالك غاية. سالم بن محمد بن حمد آل نابت المري، من ينطلق مع غاية، يا سلام هذه هي غاية. من تتقدم وتندفع مع شوط الانتاج المخصص لفئة الابكار من سن الإيذاع من مسافة 6 كيلومترات، من تحضر بهذا المساء وغيوم على المستوى الثاني، ولكن إلى غاية وإلى مالك غاية. سالم بن محمد بن حمد آل نابت المري، من ينطلق مع غاية ويقود الأسماء ويدشن بوابة الكيلو متر الأخير، هذه هي غاية. وإلى مالك غاية سالم بن محمد بن حمد آل نابت المري، من ينطلق ويندفع، ولكن غيوم قادمة، غيوم واصلة، غيوم قادمة. هنالك عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي، والعفريتة على المستوى الثالث محمد بن وليد بن إبراهيم السيد، من ينطلق مع العفريتة، وشعار بن حماد واصل، شعار بن حماد واصل، أو هنالك شعار بن دميثان مروحة اهدي بن بطي بن دميثان الشامسي القادم والواصل. هنالك مع مروحة العودة إلى البداية، العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى غاية، إلى غاية، إلى شعار النابتي، من يتقدم ويندفع على الصدارة وعلى المركز الأول. يا سلام يا سلام، سالم بن محمد بن حمد آل نابت المري، بسم الله ما شاء الله. ولكن هنالك وصلت مروحة اهدي بن بطي بن دميثان الشامسي والمري، الشامسي والمري. يا سلام يا سلام، غاية سالم بن محمد بن حمد آل نابت المري، ووصل بن دميثان، وصل بن دميثان مروحة، مروحة هدي بن بطي بن دميثان الشامسي. يا سلام، أبناء العين، أبناء العين حاضرين بهذا المساء، من ينطلقون مع البداية، هذه هي مروحة اهدي بن بطي بن دميثان الشامسي، من يحضر مع هذا المساء النقطة الثانية بهذا المساء. يا سلام، مروحة، مروحة اهدي بن بطي بن دميثان الشامسي، من يحضر بهذا المساء، تهانينا والناموس إلى مالك مروحة اهدي بن بطي بن دميثان الشامسي. المركز الثاني وصلت غاية سالم بن محمد بن حمد بن نابت المري. المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث وصلت غيوم عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي. المركز الرابع وصلت رشا عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك. والمركز الخامس منصة محمد بن سالم بن محمد آل فهيد المري. نعود بالتهنية والناموس إلى مالك مروحة اهدي بن بطي بن دميثان الشامسي، من فاز وانتصر بشوط الختام. التوقيت الزمني 9:25:56 جزءا من الثانية.